عادي لما تشوف غنم مثل هيك انت بتدرك على طول انه هاي غنم فلسطينيه. بس فجاه صار عادي انه نشوف مستوطن عم بطلب منا انه نغادر المنطقه لانه هذا ارض اسرائيل. This is a Palestinian area, it's not Israel. You know this, right? Who are you? No, please. You don't have the right to tell me to be here or not. What? Do you speak English? سموا لكم النبعة عرب ويهود؟ عرب ويهود. بعد 7 اكتوبر صارت الشغلات هاي. كتبت انت ويا من يعملوا لك مشكلة وياخذوك على السجن. يعني هيك انت رايح على السجن؟ هيك انت رايح على السجن. فهلا شو بقول لك؟ بقول لك انزل اسبح ذنك زلمة. هؤلاء طبعا مستوطنين. مستوطنين. جميعهم مستوطنين يسيرون بحرية مطلقة. نذهب إلى الجندي لنرى ماذا يريد منا ولماذا تم إيقافنا بهذه الطريقة. طبعاً لا أدري أين أنا بتاتاً. Your friend there can stop filming because it's a military zone. Okay, and it's a little bit like you're doing a provocation. Provocation? Yes. I'm a journalist. Everything I do, I have to record it. Okay. It seems like you're doing something else. From where are you? رام الله. Which you know AJ Plus? Egypt. AJ Plus. Plus. Al Jazeera Plus. أيوة. وحتى نستطيع أن نكمل هذه القصة يجب أن نغادر هذه المنطقة. وين على العين في مكان لبنان نكتة يعني معروفة بكل فلسطين بس الترجمة الحرفية تبعها إنه إحنا رايحين على العين. والعين هي هاي العين في أريحة بالمعرجات. هذا كان المتنفس الوحيد للضفة الغربية لأنه لا في بحر غير البحر الميت وسلامتكم وتعيشوا يعني الله يرحمه. وهي النبعة اللي يعني في جو حارق بس إنه يعني بكفي إنك تحط إجرك هيك وتبورد. هذه الأرض هي أرض خصبة للزراعة بكل أنواعها ولهذا تتوجه العين الإسرائيلية نحوها. ولتنفيذ السيطرة كان لابد من خلق يد خفية واليد الخفية هم هؤلاء المستوطنون. تقع هذه النبعة في مناطق جيم والتي تشكل 60% من أراضي الضفة الغربية المحتلة الخاضعة للسيطرة الإدارية والأمنية الإسرائيلية الكاملة. ويعيش السكان الفلسطينيون في مناطق جيم حياة قاسية في ظل الإجراءات الإسرائيلية المشددة عليهم. Who are you? Do you speak English? Do you speak English or not? No, I'm in a Palestinian area. This is a Palestinian area. This is a Palestinian area. It's not Israel. كما نرى المستوطن قام باستدعاء قوات الاحتلال. قوات الاحتلال جاءت لحماية المستوطن. هذه القوة التي كان يتحدث بها هذا المستوطن الموجود في منطقة أصلاً وجوده فيها المستوطنات التي نراها على الجبال هي مصنفة وفق القانون الدولي بأنها مستوطنات غير شرعية. ولكن هذا المستوطن أصبح يملك القوة ليأتي إلى هذه المناطق الفلسطينية حيث يرعى الفلسطينيون الغنم، يسيطر على ينابيع المياه ويطلب مني أنا كفلسطينية أن أغادر المنطقة لأنه هذه أرض إسرائيل. موترش وبن جفير هم من أعطوا القوة لهؤلاء المستوطنين لأنهم محميين من قوات الاحتلال، بكل بساطة محميين من قبل قوات الاحتلال.
وهكذا يتم القضاء على الضفة الغربية، سحب شوي شوي البساط من تحت أقدام الفلسطينيين، مرة حجة أمنية، مرة بدنا نحولها لمنطقة خضراء، مرة منطقة عسكرية مغلقة. كل يوم جمعة عندك هنا مشاكل، بيجوا المستوطنين بيعملوا خيمة وراي هنا كالحال ما هي السيارة واقفة وبقعدوا، ممنوع ولا واحد عربي يسبح. طلبنا الجيش تيجي تحمينا من المستوطنين. هلا لما اجى الجيش اعطانا من هنا وتحت، صار اليهود بطل يعجبهم السباحه، تركوا هان وراحوا يسبحوا غاد. تحميهم الجيش وبمنعكم تمرقوا؟ تحميهم الجيش، بخليناش ندخل الجيش، حتى الجيش بقولنا انزلوا عادي، بس ما دخلنيش اذا تكتلتوا انت وياهم. في تجمعات بدويه حوالين المنطقه، هاي التجمعات البدويه كمان عم تتعرض لاعتداءات لا تتوقف من قبل الجيش الاسرائيلي ومن قبل المستوطنين، الجيش الإسرائيلي اللي بيحمي المستوطنين. قبل توجهنا إلى تجمع ناب بدوي قريب من هذه النبعة لرصد الاعتداءات التي يتعرض لها بدو العوجة، كان من المقرر أن يرافقنا أيمن أبو غريب وهو ناشط في قضايا الأغوار، لكن هذا ما حدث. ها هو أيمن، أعتقد أن هذا هو سبب التوقيف لي ولأيمن. You came here to pick up someone. Yeah. Okay. But you know, this is not for all passage. It's only for the water trucks. Where am I right now? In which area? Which area? Yeah, what's the name of this place? It's Nir Atuf. Nir Atuf, right? Yes. And Atuf is a Palestinian village. But it's not about Atuf, it's about the passage. So I only need Ayman. You Ayman only is need this Ayman. One. Okay. Ayman is this one. We're gonna take him with us. No, because I need to check him. Okay. Check him. Okay. And then we take him with us. So you will go back to your car. Okay. I will check him with the with our technologies. Okay. And if everything will be all right, you can meet Ayman where you want, not here. Ayman Abu Ghraib هو ناشط في قضايا الأغوار والمراقب لكل ما يجري من اعتداءات، حتى أصبح هو العنوان لكل البدو ومن يسكن مناطق جيم في منطقة غور الأردن. أمل أن لا يتم اعتقاله بشكل كامل، هو موقوف الآن وهو معتاد على هذا الموضوع، الاعتقالات المستمرة من قبل الجانب الإسرائيلي. لم يفرج عن أيمن أبو غريب إلا بعد مرور عدة ساعات، وكان سبب اعتقاله نيته التصوير مع إيجي بلس عربي، كما أخبرني أنه تعرض للضرب أيضاً بسبب ذلك ولم يستطع مرافقتنا. وهذه النهار أجوا هنا مشاكل صارت وطخ ودنيا ودين علينا هنا، والله ربنا ستر ما كتلوا الناس. كنت تشوفهم قبل الحرب على غزة ولا بعد الحرب كله هذا صار؟ بعد الحرب. لنا 50 سنة لا اعتدينا على حدا، ولا عمرنا سرقنا من حدا، ولا عمرنا هبنا من حدا. عم بتحس في سياسة تطفيش لإلكم؟ مش تطفيش، يعني احنا بطلنا نحس في الأمان من مرة.